أنا عطشان جدا، سأطلب مشروبا باردا. وأنا أيضا، الطقس حار اليوم. اسمع، أذان العصر، ما الساعة الآن؟ 4:55. صوت هذا المؤذن رائع، أعطني المسجلة من فضلك. انظر يا أمين، انظر إلى ذراعي قشعريرة، تلك علامة الإيمان. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا، وصلت في الموعد المحدد. عادة لا أتأخر عن المواعيد. هذا أمين، هو رفيقي في السفر. أهلا وسهلا. وهذا الأستاذ سعيد. تشرفنا، تفضل اجلس. شكرا. عصام قال لي إنك أستاذ الأركيولوجيا، أو علم الآثار كما نقول بالعربية. نعم، طلب مني مساعدة وها أنا رهن الإشارة. شكرا جزيلا على كرمك يا سعيد. لا شكر على واجب. ماذا زرتما حتى الآن؟ بدأنا بزيارة السعودية، ثم توجهنا نحو القدس، ثم إلى بعض بلدان شمال إفريقيا والأندلس، وأخيرا زرنا تركيا ولبنان. هذا سفر طويل. نعم، ولكن ما زلنا في منتصف طريقنا. كم يوما ستظلان هنا في دمشق؟ أسبوعا تقريبا. إذن عندنا الوقت الكافي لجمع كثير من المعلومات. طيب، هل ترغبان في زيارة المدينة العتيقة؟ متى؟ بعد صلاة العصر مثلا. وتذكرا أن كل خطوة على هذه الأرض هي رحلة عبر التاريخ. فعلا، هذه أرض حضارات عريقة. أجل، بفضل علم الآثار يمكن القول إن دمشق هي أول أرض سكنها الإنسان في العالم. هل أنت أستاذ فقط أم باحث أيضا؟ كلاهما. في سوريا يشتغل 80 فريقا في حفريات أثرية عديدة، وأنا أشتغل في واحدة قريبة من دمشق. هل يمكن أن نزورها؟ كيف لا، أنا أدعوكما إلى زيارتها. متى؟ بعد غد مثلا. ما رأيك يا عصام؟ يا له من سؤال. طبعا يجب أن نغتنم الفرصة. ستتمتعان بجانب من 16,000 سنة من تاريخ عريق يفتخر به السوريون. أنا عطشان جدا، سأطلب مشروبا باردا. أنا عطشان جدا، سأطلب مشروبا باردا. الطقس حار اليوم. الطقس حار اليوم. اسمع، أذان العصر، ما الساعة الآن؟ اسمع، أذان العصر، ما الساعة الآن؟ 4:55. 4:55. صوت هذا المؤذن رائع. صوت هذا المؤذن رائع. مرحبا، وصلت في الموعد المحدد. مرحبا، وصلت في الموعد المحدد. عادة لا أتأخر عن المواعيد. عادة لا أتأخر عن المواعيد. هذا أمين، هو رفيقي في السفر. هذا أمين، هو رفيقي في السفر. عصام قال لي إنك أستاذ الأركيولوجيا. عصام قال لي إنك أستاذ الأركيولوجيا. نعم، طلب مني مساعدة وها أنا رهن الإشارة. نعم، طلب مني مساعدة وها أنا رهن الإشارة. شكرا جزيلا على كرمك يا سعيد. شكرا جزيلا على كرمك يا سعيد. هذا سفر طويل. هذا سفر طويل.
هل ترغبان في زيارة المدينة العتيقة؟ هل ترغبان في زيارة المدينة العتيقة؟ هل أنت أستاذ فقط أم باحث أيضا؟ هل أنت أستاذ فقط أم باحث أيضا؟ كيف لا؟ أنا أدعوكما إلى زيارتها. كيف لا؟ أنا أدعوكما إلى زيارتها. يا له من سؤال. طبعا يجب أن نغتنم الفرصة. يا له من سؤال طبعا يجب أن نغتنم الفرصة